اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء واسبوع جديد وحلقه جديده من برنامج الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه. اسبوع ان شاء الله باذن الله يكون فقل حسن علينا في الموسم ده. بنرحب بجمهورنا، بنرحب بيكم كلكم، وان شاء الله باذن الله تسمعوا معانا كل جديد النهارده باذن الله يا فارس. ترحيب مره اخرى بجماهير النادي الاهلي، جماهير مصنع الابطال. اخيرا استلام درع الدوري الاغلى والاصعب والالذ والاطعم في تاريخ النادي الاهلي والبطوله ال 41. حفل امس وحفل تسليم الدرع، حفل فيه العديد من النقاط هنقف معاها بالصوره وهنعقب على كل صوره، لان مش هينفع ابدا نعدي الاحتفال ببطوله الدوري ال 41 كاي دوري عام حصل في تاريخ النادي الاهلي. صحيح هو رقم واحد من ضمن 41، لكن زي ما قلت مش بس اغلى واصعب، كمان كاشف وبيؤكد فكره احقيه النادي الاهلي بال 40 بطوله بكل المعوقات اللي اتحطت في سبيل عرقله، او زي ما قال كابتن محمود الخطيب افشال النادي الاهلي عن تحقيق النجاح. النادي الاهلي في النهايه بادارته، بجهازه الفني، بلاعبيه، بجماهيره اللي كان عندها ثقه كبيره في النادي الاهلي، قدر يتخطى ده ويصل للنجاح. فارس، اعتقد مفيش اهم من كلمه كابتن محمود الخطيب نبدا بيها كاول صوره من صور اللي احنا اخترناها من ضمن حفله التكريم ال 41 او تسليم الدرع ال 41. بالظبط يا احمد، قلنا لازم نقف عند كلمه كابتن محمود الخطيب، ونقف عندها بفلسفتنا، بفلسفه الاهلي خط احمر. كابتن محمود الخطيب في كلمته في مفاتيح واشارات لازم نقف عندها. كابتن محمود الخطيب في بدايه الكلمه قال: انا بحب اوجه كلمه النهارده في حضور السيد رئيس الاتحاد المصري لكره القدم وممثل وزاره الشباب والرياضه وممثل الشركه الراعيه. حسيتها يا احمد ان انا بحط كل واحد قدام مسؤولياته، دي مهمه جدا. وبدا كابتن محمود الخطيب في استعراض الصعوبات اللي تعرض ليها النادي الاهلي، وهي فلسفه مش معتاده عند كابتن محمود الخطيب، ولكن كان بيدي اشاره ان احنا لما بنستعرض صعوبات بيبقى الهدف مختلف تماما. انا ما باخدش الصعوبات كمبررات لفشل او اخفاق، انا بقول ان رغم كل الصعوبات دي يا احمد احنا بنقدر نحقق النجاح. كابتن محمود الخطيب وقف عند جمله نحب نقف عندها، قال: اللي بيحاولوا ان انت تفشل اكتر ما بيحاولوا ان هم ينجحوا. الجمله دي نصا اقتبسناها الحلقه اللي فاتت من الفيديو الخاص بكابتن محمود الخطيب. ويبدو كده يا احمد وانه السلوجان بتاع كابتن محمود الخطيب الشخصي ان هتفضل مركز في هدفك. بالتاكيد، وكمان الكابتن محمود الخطيب اشار لنقطه مهمه جدا وهي فكره الرياضه. الرياضه هي منافسه. اشار ان احنا خلال السنه ونص او السنتين فترة تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي، الأمر لم يعد كما كانت الرياضة منافسة، الأمر أصبح تطاول. وأكد الكابتن محمود الخطيب أن النادي الأهلي سيترفع، النادي الأهلي لن يتدنى وينزل للمكانة اللي يريدها البعض للنادي الأهلي، النادي الأهلي سيترفع. النادي الأهلي أكد، أو الكابتن محمود الخطيب أكد كمان، أن حق النادي الأهلي مش بنسيبه، لأننا عايزين تطبيق القانون، عاوزين تطبيق اللوائح، وهنسعى لده. واكد اننا هنسعى لده، ده معناه ان بالفعل النادي الاهلي ماشي في سكته وطريقه اللي المفروض اي مؤسسه او اي منتمي للرياضه المصريه يدعم موقف النادي الاهلي فيه، لان هو موقف اعلاء للرياضه، اعلاء للاخلاق، اعلاء للقيم والمبادئ، واعلاء للقانون اللي المفروض ما فيش حد لا فوق القانون ولا حد فوق اللوائح. اعتقد جمله او كلام كلمة كانت شافية ووافية، ورسالة معبرة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب فارس. بالظبط، هنجيب حقنا بما يليق بمكانة النادي الأهلي وأدبيات النادي الأهلي وفلسفة النادي الأهلي. ولكن كان في أحمد إشارات داخل الحفل وحاجات إحنا قلنا لازم نقف عندها بطابع الجمهور وبروح الجمهور. حبيت أنت تتكلم عن نقطة فيها. صورة الأستاذ عمرو الجنايني. الحقيقة أنا عجبني جدا على يعني أيوه دي الصورة اللي أنا عايزها، الأستاذ عمرو الجنايني بنفسه وهو شايل درع الدوري وبيسلمه لكابتن النادي الأهلي كابتن حسام عاشور وهو واقف على منصة التتويج. اتقلبت الآية، الأستاذ عمرو الجنايني لما كان بيناغشنا بيقول أنا فوق ومش شايف اللي تحت، دلوقتي إحنا فوق بس إحنا أستاذ عمرو شايفين اللي تحت،
لان اللي تحت هو اللي بيسلمنا درع الدوري الاصعب. انا عجبني جدا منظر الاستاذ عمرو الجناني وهو بيضحك، انا كاهلاوي انا بالفعل حسيتها ضحكه من القلب، ضحكه مسؤول فعلا بيقدر مسؤولياته. ولكن احنا بنتكلم على الشكل الجماهيري اللي كان واخد انا فوق ومش شايف اللي تحت وسايبكم في المنطقه الدافئه، اعتقد الرساله كانت واضحه، واعتقد رد غير يعني ترتيب الهي غير مرتب ليه من قبل البشر. فكره ان الاستاذ عمرو الجناني يكون رئيس اللجنه في الوقت الحالي وهو اللي يسلم درع الدوري لنادي الاهلي فارس، اعتقد كانت صوره معبره بكل المقاييس وصوره بتثبت ان النادي الاهلي بالفعل ما يعرفش المستحيل. اكيد يا احمد، انا قلت جمله امبارح، ان تحمل التاج لتضعه فوق راس الملك، هي دي اللحظه. وعايزين نقول حاجه، فعلا كان الكلمه حتى بتاعت استاذ عمرو الجنايني كانت حضاريه جدا، وعايزين نؤكد على حاجه، وده عهد ورهان هنا في البرنامج، أقل أطراف المنظومة اللي هيسبب لك أي مشاكل هو النادي الأهلي. ونأكد الأستاذ عمرو الجنايني إن مع الوقت هيتيقن إن أكتر نادي هيساعده لنجاح أي فكرة منطقية ومحترفة هيكون النادي الأهلي. وهيتيقن نقطة جامدة أقوى برضو اللي هي فكرة أحقية النادي الأهلي بالفوز بالبطولات. أعتقد بإذن الله زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، ونرجع لكلمته تاني، إننا خلاص هنطفي نور البطولتين اللي فاتوا من الموسم اللي فات الدوري والسوبر، هنشعل نور جديد في الموسم الجديد تحت قياده الاستاذ عمرو الجناني، عشان ما يبقاش في اي كلام تاني عن فكره احقيه النادي الاهلي بدرع. وهيكتشف الاستاذ عمرو الجناني في نهايه تولي رئاسته اللجنه المؤقته ان النادي الاهلي بالفعل طبعا بياخد البطولات عن طريق مستحق تماما تماما تماما. وسط الانوار دي يا احمد كان في نور لازم نقف عنده، هو نور العلاقه ما بين النادي الاهلي وكابتن مؤمن زكريا. الصورة اللي شفناها امبارح عايزين نقف عندها في حاجة مختلفة تماما، هي النظرة اللي بيبص بيها كابتن محمود الخطيب لمؤمن زكريا، هي نظرة الأب ونظرة المعلم، ونظرة فيها قد إيه النادي الأهلي قريب من اللاعبين، نظرة بترد عملي وبتوضح كل حاجة، بتوضح قد إيه عائلة النادي الأهلي. الشعار اللي دايما بنردده هنفضل نحافظ عليه، هي فعلا عائلة مش مجرد كلام. بالظبط، هاخد من كلامك يا فارس برضو الكلمة بتاعت الكابتن حسام عاشور، الكابتن التاريخي من عدد من حيث عدد الألقاب أو البطولات اللي حصل عليها، هو اللي استدعى الكابتن مؤمن زكريا عشان يعرض فيديو لمؤمن زكريا أو كليب معروف لمؤمن زكريا كدعم اللاعبين. وأكد الكابتن حسام عاشور إن كل اللاعبين بتدعم أخوهم الكابتن مؤمن زكريا. أعتقد في معاك صورة محتاج تعقب عليها. حاجة في نفس الإطار، عائلة النادي الأهلي، عم حنفي الله يرحمه عامل غرفة ملابس النادي الأهلي، كانت صورته حاضرة وسط التكريم، مش بس وانت بينا هيبقى فاكرينك، حتى لو انت رحلت عن دنيانا النادي الأهلي تراث، ودايما تراثنا موصول. والحاجات دي يا جماعة مش هتلاقوها في حتة تانية، الحاجات دي حصريا في النادي الأهلي، هي تراث النادي الأهلي وأدبيات النادي الأهلي يا أحمد. ومن ضمن حصريات النادي الاهلي الصوره الاروع في الاحتفاليه او في جداريه الاحتفاليه بالامس، وهي صوره النادي الاهلي. يعني انا بحيي جدا المسؤولين عن اختيار الصوره دي، وهي فكره ان النادي الاهلي بعد 7 مرات بيتزيل جدول الدوري العام في المركز ال 18. رساله واضحه جدا، وواضحه وصريحه كمان لكل من لا يعي قيمه وقامه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بالفعل ما يعرفش المستحيل. النادي الاهلي دايما هيكون المركز الاول، حتى لو في بعض الفترات لقيته في المركز الاخير، مكانك دايما النادي الاهلي في المركز الاول. اعتقد احتفاليه كانت بترد حاجات كتير، اعتقد موسم الدوري ال 41 بيرد على اشياء كتير جدا جدا جدا، سواء اللي كان بيتهم النادي الاهلي بالتحكيم او باتحاد الكره ومجاملاته او بوكاله الاهرام والفلوس. اعتقد شفنا انديه دعمت بشكل كبير جدا الموسم اللي فات، شفنا مبالغ كتير جدا اتصرفت في الموسم اللي فات، شفنا تعنت واضح من قبل مجلس اداره السابق لاتحاد كره القدم ضد النادي الاهلي، شفنا دوري بيتاجل عشان خاطر لعيب بيرجع من الاصابه. اعتقد كل المنتمين للكره في مصر اكدوا على احقيه النادي الاهلي. وانا عايز اقول ان بالفعل بعض الاصدقاء الزملكاويه كانوا بيقولوا ان هدفنا من تاجيل الدوري او امنياتنا بتاجيل الدوري لبعض الامم مش عشان بس فرجاني ساسي، لا كمان عشان ما الاهلي ما يحرقش علينا فرحه الكونفدراليه، لاننا كنا واثقين ان الاهلي هياخد الدوري. اعتقد موسم مش هيتنسي يا فارس في تاريخ النادي الاهلي. موسم صعب يا احمد، وفي لمحه، احنا بعد خساره سان داونز بالخماسيه البعض اعتقد ان عمليه هتاثر على النادي الاهلي في الدوري، وان النهايه اقتربت.
ولكن فكرة انك تفوز 7 مباريات من 8 وتتعادل في مباراة واحدة كان امر مختلف، باستثناء مباراة بيراميدز اللي خسرناها بعد ما رجعنا على طول. بقية المباريات النتائج فيها مش منطقية يا احمد لاي فريق يبقى محقق خسارة بالشكل ده ويقدر يعمل العودة بالشكل ده. برضو دي محتاجة شخصية النادي الاهلي احمد اللي مش موجودة في حتة خالص. بالظبط يا فارس، و بالمناسبة كان في الاحتفالية الأمس كان احتفالية أخرى في فلسطين والنادي الأهلي وارتفاع علم مصر في أراضي الفلسطينية، في رابطة هناك، رابطة عشاق ومحبي النادي الأهلي في فلسطين كان بيحتفلوا بذكرهم 9 مرور 9 سنوات على تأسيسها. أعتقد النادي الأهلي مصدر البهجة والفرحة في كل مكان. من برنامج أهلي خط أحمر بنقول لهم كل سنة وانتم في حب النادي الأهلي متجمعين ومتواصلين مع كل الأهلاوية في كل مكان في العالم يا فارس. ان شاء الله دايما الشعوب العربيه كلها شعبيه النادي الاهلي تفضل فيها في ازدياد ويفضل النادي الاهلي علامه فارقه عند كل الشعوب العربيه. نروح بقى للاخبار، نروح بقى لحته تانية خالص يا احمد. طبعا لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، طبعا الفكره المعتاده تماما تناول كل من هو يمثل النادي الاهلي للمحاوله للنيل منه. كان في قرار الاتحاد الافريقي لجنة المسابقات بتنظر في قضية نادي الزمالك احمد وجنراسيون السنغالي. اللي حصل ان كابتن محمود الخطيب نتيجة اصابته في الدار ربنا يشفيه، نتمنى له الشفاء ان شاء الله، اعتذر عن الحضور. خرج علينا كابتن وليد صلاح عبد اللطيف في برنامج الزمالك وهاجم فكرة ان ازاي يكون كابتن محمود الخطيب خارج الحضور وانك المفروض مصري ان انت يكون ليك صوت وان انت تحضر وتدافع عن نادي الزمالك. بغض النظر يا احمد عن فكرة اساسا ان العضو المصري هنا ما كانش هيكون ليه صوت في القضية دي، ولكن احنا اصلا حتى لو كان ده حاصل انت فكرة تجنب المشاكل او تجنب التأويل ايه اللي حصل داخل اللجنة في رأيي كان جزء من الحكمة حتى لو كان نادي الأهلي ليه صوت. أنا بتفق مع النقطة دي، لكن الحقيقة أنا حسيت إن في افتعال أزمة بدون أزمة، يعني إحنا ما عملناش أي أزمة. الكابتن محمود الخطيب اعتذر لظروف صحية واضحة للجميع. بدأت الناس تأول الكلام ده، بدأت الناس تقول أصلا هو مش موجود في لجنة المسابقات، هو موجود في لجنة التراخيص، لا هو موجود بس مش عايز يدعم موقف الزمالك، وفيديو من هنا وكلام من هنا وتصريح من هنا. تعالوا نشوفوا فيديو من برنامج الزمالك اليوم وهو بيتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وحوار لجنة المسابقات في الكاف. الزملاء بعت دلوقتي بيقول انه الخطيب مش عضو في لجنة المسابقات، هو عضو في لجنة تراخيص الأندية. أنا قلت كده وما كانش ليها حاجة، وكل الأخبار اللي اتقالت عشان ادوله انه راجل ترفع وانه حيادي عن انه اعتذر عن حضور لجنة المسابقات كذب في كذب. بص يا جماعة، مرة واثنين وثلاثة، أصل بص يا جماعة الأخبار الحقيقية هي حقيقية، ما ينفعش تكذبها. الاخبار الحقيقيه هي حقيقيه، بس الاخبار اللي اتقالت في البرنامج كابتن خالد او التعقيب اللي انت عقبته كان على خبر غير حقيقي. قلنا ان اعتذار الكابتن محمود الخطيب كان اعتذار لظروف صحيه، وان الامر ده مش متعلق نهائي بفكره مباراه الزمالك وجيرسيو اللي النادي الاهلي مش طرف فيها، وان حتى صوت الكابتن محمود الخطيب كان هيتم استبعاده لانه من نفس الدوله اللي فيها المشكله نادي الزمالك. كمان يا احمد عايزين ناكد على حاجه، ان كابتن محمود الخطيب عضو في لجنه المسابقات والتراخيص. احنا بنأكد على الفكرة دي انه هي لجنة واحدة وكابتن محمود الخطيب عضو فيها. والاهم ان يا جماعة حد يقول لكابتن وليد صلاح عبد اللطيف اللي كان عايز كابتن محمود الخطيب يحضر، يقول لاستاذ منتصر رفاعي اللي كان بيقول انه هو مش عضو هيحضر ازاي. فالفكرة يا جماعة محتاجين يكون في تواصل داخل البرنامج الواحد، عشان تقريبا احنا بنلاقي ان الفكرة رد على نفسها دايما. وعايزين نقف عند حاجة حبينا نذكرها يا احمد، في كلام ذكر ان اشمعنا كابتن محمود الخطيب عضو في اللجنه دي. طب احنا عايزين نتكلم احمد بمنطقيه، هو لو كابتن محمود الخطيب اللي انفانتينو كان لسه بيتكلم عن دوره في تطوير الكره الافريقيه والمساهمه في لجان الاتحاد الدولي والافريقي مش عضو في اللجنه، هيبقى مين عضو في اللجنه؟ مين اللي يستحق تمثيل الانديه الافريقيه في اللجنه؟ يا جماعه يعني محتاجين نكون بنتكلم بشيء من المنطقيه. موضوع مفهوم، والكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه، المفروض ان احنا نكون يعني بنسعى ان هو يكون متواجد في اعلى في رئاسه اللجان كمان داخل الكاف، ولا خلاف على الكابتن محمود الخطيب. فبلاش كلمه اشمعنى، لان مفيش حد في مصر في كره القدم يقارن بالكابتن محمود الخطيب. ده كان موضوع التصريحات الاخبار، لكن عندنا بمناسبه 10 اكتوبر الامس والاحتفالات عندنا اسطوره في كره الطايره، اسطوره
البرنامج شاف الاهلي خط احمر ان لازم نديها حقها، وهي عبد الله عبد السلام اسطوره كره الطايره في النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب، مواليد 10 اكتوبر شهر العظماء 1983، محقق 46 بطوله بما بين محليه ومع النادي ومع المنتخب، والاهم كمان في الدوري اللي محقق بطوله الدوري الايطالي وكاس ايطاليا، وده من دوريات الفارس في كره الطائره القويه جدا، ويمكن اقوى دوري محقق في اي دوله في العالم هو الدوري الايطالي. عبد الله عبد السلام محقق 46 بطوله لا يفوقه في عدد البطولات سوى احمد صلاح، طبعا متخطى انديه. احمد صلاح برضه اسطوره النادي الاهلي في الكره النادي الاهلي الطائرة. بيسلم لاعب في النادي الاهلي. كمان قلنا هنتناول بعض الارقام الفرديه كافضل ارسال في بطوله العالم تحت 19 سنه، وافضل ارسال في بطوله كاس العالم للكره الطائره 2005 حتى لحد 2017، افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا 2017. ارقام رائعه جدا للاعب عظيم. وعايزين نقول حاجه، ان بنشكر صفحه العاب الصالات لان فعلا عرفت ناس كتيره جدا بنجوم عظماء كنا بنقع تحت سطوة المبالغة من أندية منافسة لنجوم في ألعاب الصالات. شفنا دلوقتي النادي الأهلي فيه لاعبين نقدر نفخر بيهم بشكل كبير يا أحمد، وأرقام قياسية بمعنى كلمة قياسية بالتأكيد. وده رسالة لجماهير النادي الأهلي، عندنا أساطير في كل الألعاب، من حق الأساطير دي تاخد حقها بشكل جماهيري كبير جدا، وأعتقد الكابتن عبد الله عبد السلام والكابتن أحمد صلاح يستحقوا ذلك. كل سنه وانت طيب يا كابتن عبد الله، ودايما في مزيد من التالق ومزيد من البطولات ان شاء الله. نيجي لنقطه اخرى كانت مهمه جدا، وهي اعلان لجنه المسابقات ايقاف طارق حامد، كابتن طارق حامد لاعب نادي الزمالك، مباراه واحده بعد مباراه الزمالك، بعد مباراه الزمالك الاخيره اللي خد فيها انذار تاني بعد المباراه. وهنا سؤال لازم نوجهه للجنه الانضباط، وعشان ما نجيبش ان احنا النهارده مفيش صندوق الحكام لجنه المسابقات، فمش عايزين نجيب صندوق للجنه الانضباط. الحقيقه احنا حتى الان عايزين نعرف هي القرارات دي بتتاخد بناء على ايه؟ على اي قرار للائحه؟ في لائحه للمسابقات، في لائحه للعقوبات. كابتن طارق حامد اللي حصل ان هو خد انذار بعد المباراه، وانذار بعد المباراه ده بيبقى تحت بند سوء السلوك. اللي حصل ان هو خد ايقاف مباراه واحده كانه خد انذار عادي داخل المباراة. هنقول مفيش تقرير حكم، هنقول برضو رد ان الكابتن شيكابالا والكابتن رمضان صبحي والكابتن حسام عاشور تم عقوبتهم ايا كانت نوع العقوبة بالفيديو. اعتقد الفيديو واضح، واعتقد موقف كابتن طارق حامد واضح، واعتقد لو احنا ماشيين على النظام السابق او اللجنة السابقة او الدوري السابق، كابتن طارق حامد عقوبته من مباراتين لاربعة. لو انتوا لسه ما عملتوش لائحة فيا ريت تقولوا لنا اللائحة، لان كده هيكون دي المشكلة بالظبط، لان كده كابتن طارق حامد لم يعقب. احنا كنا بنناقش قبل الحلقه سوى. الفكره زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، احنا لحد دلوقتي ما قدمناش لائحه واضحه، وانا مش متخيل يا جماعه، احنا بندعم نجاح المسابقه وبنقول ان في شغل احترافي احنا بندعمه، بس مش معقوله لحد دلوقتي الانديه القوانين الخاصه والمنظمه للمسابقه مش مكتمله بالنسبه لها. ده ادنى درجات الاحترافيه، واللي نتمنى كل واحد يبقى عارف الضوابط اللي بتنظم المسابقه هي ايه. بالظبط، واعتقد اتمنى ما تكونش لجنه المسابقات او لجنه الانضباط حطوا نفسهم في خانه اليك بعدم عقوبه طارق حامد على سوء السلوك الرياضي. عندنا دلوقتي كده صندوق لجنه الحكام وصندوق لجنه الانضباط، مش عارف هنودي الصناديق دي فين على نهايه الدور الاول، لان انا متوقع انها تتملي على نهايه الدور الاول. نطلع فاصل ونرجع تاني وفقرات البرنامج الاهلي خط احمر، اوعى تحط اي حاجه. ورجعنا لكم وفقرتنا الثانيه اون سبوت. المره دي النادي الاهلي بيثبت ان اللي بيحصل حاجه مش عشوائيه. المباراه الثالثه على التوالي، فوز في الدوري بنتيجه 5-1 ضد منافس في اعتقادنا ان مش هو الاقوى، ولكن المؤشرات الايجابيه مستمره. فوز مهم يا احمد. بالتاكيد فوز مهم كمان يا فارس، وكمان اجواء المباراه اللي لعب فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب الساعه 3 العصر في اسوان في درجه حراره عاليه جدا، والحقيقه بنطالب اتحاد القرى ان يبص بعين الاعتبار للمباريات، مش للنادي الاهلي بس في اسوان، لكل الانديه في اسوان، ان الموضوع يتعامل على اسوان. احنا عشان اول مباراه جايه لاسوان لباقي الفرق هتبقى بالليل، واحنا الفريق الوحيد اللي يلعب الصبح. ما هيستنى بنخاطب اتحاد القرى ان كل المباريات تتلعب في نفس التوقيت طالما الاهلي لعب. فطبعا في عندنا احصائيات كتير طبعا حابين نقف عنها، يعني في بعض الاختلافات. طبعا النادي الاهلي في المباراه دي نعرض الاحصائيات، كان ليه 6 ركنيات مقابل 8 الأسوان. الاستحواذ كان 48 ل 52، التمريرات 442 463،
فقد الكرة للنادي الأهلي كان 21 مقارنة ب 29 لأسوان، المحاولات الناجحة 8-3. طبعا كان في جدل كده بيننا يا أحمد، أنت شفت الأرقام دي إيجابية في إطار النتيجة وإطار كمان ظروف الملعب وظروف الأجواء. لا مش كده بس، وكمان فكرة إن أنت بتلعب يوم الأربعاء، وما فهمتش مبرر ابدا ان انا اروح اسوان العب يوم السبت مع ان في ايقاف للدوري هيتم، فالمفروض ان انا كنت على الاقل العب يوم الاحد، لكن لعبنا يوم السبت وانا لاعب يوم الاربعاء مباراه في القاهره. لا، لما يكون عندي بعد 48 ساعه وسافر لاسوان والعب مباراه في الجو ده في الحر ده، اعتقد كانت سياسه فايلر، وواضح جدا ان هو كان يستنى فريق اسوان في ملعبه وفارس، ودي اللي انا اللي انت مختلف معايا. النقطه بقى اللي انا بتكلم فيها يا احمد، ان ما حدش يقدر يقول ان نتيجه 5-1 دي نتيجه انت ما ينفعش تقول ان هي ايجابيه في كره القدم، ولكن في اختلاف في حته واحده. انا نفسي ان احنا نحافظ على اسلوبنا على مدار المباريات. فريق زي برشلونه بيتميز، او بايرن ميونخ تحديدا بتتميز، ان الفرق دي مهما كانت الضغوط والظروف بيقدروا يحافظوا على طريقه اللعب والشكل اللي هم بيأدوه دايما. انخفاض معدل التمريرات في المباراه دي بالمقارنه بالشكل المعتاد للنادي الاهلي، انا حابب مع فايلر نفضل زي ما احنا بنلعب بالستايل بتاعنا، ما نتخلاش عنه تحت اي ظروف، لان هنواجه الظروف الصعبه دي في افريقيا. وانا قلت لك انا متفق معك، انت عايز توصل لدرجه من الكمال، دي هي بالظبط التجويد اللي بيقول عليه. بالظبط، لكن انا كمان بحط ظروف المباراه في الاعتبار. مباراه يوم الاربعاء وبتلعب يوم السبت في اجواء حاره زي دي، وبتسجل 5 اهداف، برضو من اين تؤكل الكتف؟ طبعا انت قدرت توصل لمرمى المنافس وقدرت تسجل 5 اهداف خمساء. صحيح في نقطه لازم نتكلم فيها، ان فكره ممكن بقى تقول لي في الغفوه ان يجي فيك هدف، ان يكون في التركيز يغيب شويه عن تمركز الدفاع للنادي الاهلي، محتاجين نراجعه، محتاجين ده. لكن معاك فعلا ان انت عايز توصل كمان، لكن مختلف بقى في فكره ظروف المباراه. لان اجواء مباراه اسوان اللي احنا اتكلمنا فيها ان احنا هنقابلها في افريقيا، فبالتالي كنا محتاجين ان احنا كمان نفرض سيطرتنا في المباريات الخارجيه على افريقيا. لكن انا بالنسبه لي النتيجه كويسه جدا، النتيجه جيده طبعا، ظروف المباراه كويسه جدا. فكر المدير الفني ان هو ينتظر اللاعبين تقل التمريرات، هو حاول يحافظ على المجهود البدني يا احمد، واضح جدا في كل الارقام، حتى معدلات الضغط. وده بيشير لحاجه كمان، ان هو بيتعامل مع كل مباراه على حسب ظروفها وعلى حسب كمان ظروف المنافس، وده شيء مهم جدا. احنا يا احمد في ارقام ما منعتش ظروف المباراه ان احنا نحققها. الثلاثي نستعرض يا احمد كده، عندنا طبعا ثلاثي كابتن رمضان صبحي اللي مع بصراحه ريني فايلر عامل مستوى هايل جدا، وكمان جونيور اجاي وحسين الشحات، كابتن حسين الشحات اللي كل ما بيسجل جونيور اجاييه يسجل حسين الشحات، وكل ما يسجل الشحات يسجل جونيور اجاييه. عاملين مقارنه مع لاسارتي، الثلاثي ده كان عامل ايه، ومع ريني فايلر عامل ايه. حسين الشحات لعب مع لاسارتي 25 مباراه سجل 5 اهداف فقط لا غير، بينما لعب تحت ولايه ريني فايلر 5 مباريات فقط وسجل 7 اهداف. واعتقد المقارنه واضحه جدا وصريحه، وبتعكس تطور اداء اللاعبين مع ريني فايلر. كمان كابتن رمضان صبحي اللي لعب 31 مباراه مع لاسارتي سجل 2 فقط لغير، بينما مع فايلر لعب 5 مباريات سجل 3 اهداف. واعتقد تطور رمضان صبحي تحديدا واضح جدا تحت قياده المدير الفني. اما بالنسبه لجونيور اجاييه فلعب مع لاسارتي 23 مباراه سجل 5، ولعب مع ريني فايلر 6 مباريات سجل 5، معدل تهديفي عالي لجونيور اجاييه بالمقارنه بين لاسارتي وريني فايلر. وده هيقودنا لفكره اللي انا كنت متفق فيها، ان انا مش من هواه السي في عامل ايه، انا من هواه ويت اند سي. كنت انت مختلف معايا فيها، لو هتنسى دي. لا مش مختلف معاك طبعا، السي في عامل مهم جدا، ولكن زي ما قلنا برضو ان احنا هننتظر التجربه، والتجربه بتاعت مستر فايلر نفسها كان فيها تباينات نتمنى ان احنا ناخد يا احمد الشق الاجمل فيها باذن الله. ومن التباينات دي اللي احنا برضو اتكلمنا عليه في البدايه واحنا بنعرف مستر فايلر مع اندرلاخت، فكره تطوير لاعبين بعينهم. عايزين نتكلم عند رمضان صبحي وحاجه انا مسميها زاريني افكت، تاثير مستر فايلر على رمضان تحديدا، اللي مستحيل اي حد يدرك كره القدم يقول انه شيء عشوائي. رمضان مع لازارتي 18 مباراة سجل 2 صنع 3، الأرقام دي في الدوري بس، 28 عرضية 20 محاولة على المرمى 9 محاولات ناجحة منهم 57 مراوغة. مع مستر فايلر في 3 مباريات في الدوري سجل 3 أكتر من اللي سجله في 18 مباراة كاملة مع لازارتي، صنع هدف 4 عرضيات. هنا بقى اللي أنا عايز أقف عنده عدد المحاولات على المرمى يا أحمد، 10 محاولات على المرمى في المقارنة في 3 مباريات بالمقارنة ب 20 محاولة على المرمى في 18 مباراة، يعني والأهم 3-1 الفاعلية بقى، المحاولات الأون تارجت 6 محاولات بالمقارنة بالمحاولات الناجحة 9 محاولات فقط لرمضان مع لاسارتي. كل ده
واضح، انا بقول لك تحركاتك فين، مهامك الهجوميه عامله ازاي، انت بتبدا تدافع من المساحات دي، انا محتاجك تتمركز في الهجمه المرتده بشكل معين، تاثيرك على المرمى وامتى تفكر ان انت تمرر للزميل وامتى تفكر ان انت تلعب مباشره على المرمى، كل ده شغل مدير فني. في ارقام ممكن نقول ان هي عشوائيه ومصادفه في كره القدم، بس الارقام التباين دي فيها مستحيل ان هي تكون مصادفه. بالتاكيد يا فارس، وبنتمنى مزيد من التطور لمستوى كابتن رمضان صبحي وكابتن حسين الشحات وكابتن جونيور اجاي وجميع لاعبي النادي الاهلي، لان في النهايه يهمنا جدا ان النادي الاهلي باذن الله يحقق الهدف المنشود من خلال جماهيره وهي دوري ابطال افريقيا، وده النقطه الثانيه في اون سبوت اللي هنلقى عليها الضوء، وهي كره دوري ابطال افريقيا وقوع النادي الاهلي وسط مجموعه الى حد ما متوازنه، فيها النجم الساحلي فريق عريق وحصل على البطوله، فيها الهلال السوداني فريق كبير ووصل للنهائي مع النادي الاهلي 1987، فيها كمان بلاتينيوم الزيمبابوي. اعتقد لو استعرضنا بطولات او لقاءات او مواجهات النادي الاهلي مع الفرقه دي وخاصه النجم الساحلي هنلاقي فيه 11 مواجهه، 3 فوز الاهلي 3 فوز للنجم و5 تعادلات، في الوقت اللي الاهلي مع الهلال 2 فوز 2 تعادل 2 هزيمة. أعتقد يا فارس لو لقينا الضوء على النتائج دي هنلاقي إن البطولة صعبة، المجموعة صعبة، خاصة أنت بتتفوق على فريق فيهم. لما يتقال إن دي أسهل مجموعة في مرحلة المجموعات يبقى أكيد أنا مش مدرك الفرق اللي مع النادي الأهلي. فريق النجم لعب ماتشين في الدوري التونسي عنده 4 نقاط، متصدر الدوري هو فريق اتحاد منستير التونسي لعب 4 مباريات عنده 10 نقاط، بمعنى إن النادي النجم لو فاز في المباراتين الفارقين يوصل كأول الدوري. عايزين نتكلم كمان في فريق زي الهلال اللي مع النادي الأهلي في المجموعة. الهلال نتائجه مع النادي الأهلي طول عمرها تت تت، فوز 2 تعادل 2 فوز للهلال 2، انت بتتكلم في أرقام متساوية. عايزين نقول ان الهلال في السودان دايما من الفرق المرشحة للدوري. الهلال في السودان حاليا ممكن تقف وتقول لي ده في المركز العاشر، بس عنده 6 نقاط من 4 مباريات. المركز الأول فريق الفلاح عنده 4 مباريات لعبهم 9 نقاط، بس المباراة الوحيدة اللي خسرها من الهلال وبنتيجة 5-0، نتيجة كبيرة. وأعتقد أكيد ما نقدرش نقول إن الفرق دي ضعيفة، خصوصا حتى بلاتينيوم نفسه كان عندك ملحوظة، هو في المركز الثاني حاليا والمركز الأول كابس يونايتد. الدوري الزيمبابوي ممكن حد يقول إنه دوري ضعيف، فعندك ملحوظة مهمة يا أحمد فيما يخص. لا هو فريق برضه يعني بلاتينيوم هو رقم 4 في التصنيف، وده إذا كان حد بيتكلم عن البطولة السهلة فهو بينافس كابس يونايتد اللي فاز على الزمالك 3-1 وكان سبب مباشر في خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات في 2017. لكن الحقيقه بعض الاعلاميين او تحديدا اعلامي الاستاذ احمد جمال بيقود دايما فكره ان الزمالك دايما بيقع في المجموعه الصعبه في القرعه، والنادي الاهلي دايما بيقع في المجموعه السهله في القرعه. يمكن حتى كمان كان بيستشهد بموقف غريب جدا، قرعه الدور ال 32 او الثاني في الكونفدراليه لما الزمالك قابل اتحاد طنجة المغربي، اتكلم عن العراقيل اللي اتحطت للزمالك بالفريق ده وان ده مطب صعب جدا، في حين ان النادي الاهلي في مجموعته فريق شبيبه الثوره الجزائري وكان اول مره يسمع عنه. لكن الحقيقه الاستاذ احمد جمال لو كان تعب شويه في البحث فريق اتحاد طنجة خرج من مين في دور ال 32 في دوري الابطال، كان هيعرف ان هو خرج من فريق شبيبه الثوره اللي هو شايفه في مجموعه الاهلي سهل جدا، اما اتحاد طنجة المهزوم من شباب الثوره كان في طريق الزمالك عقبه وعرقله وموضوع في جو مؤامراتي بحت. لا ده مش كده وبس، كابتن حماده انور عضو مجلس اداره نادي الزمالك بمناسبه المجموعات السهله والصعبه خرج علينا بتصريح قال فيه كنا عايزين الاهلي معانا في المجموعه، بنحترم كل الانديه وليس مازيمبي فقط. طب يا كابتن حماده الاهلي اللي انت عايزه معاك في المجموعه تعرف نتائجه معاك في دوري ابطال افريقيا، 8 مواجهات 5 فوز للاهلي 3 تعادل، الزمالك ما فازش على الاهلي في دوري ابطال افريقيا، غير كل مره كنت بتبقى معانا في المجموعه كنت فقل حسن ان احنا بنتوج بالبطوله. اعتقد لو بنتكلم بادنى حسابات منطقيه انت اكتر فريق ممكن تتجنبه انت او اي فريق في افريقيا هو النادي الاهلي. ده في نقطه مهمه كمان يا فارس، النادي الاهلي يواجه نادي الزمالك في الدور قبل النهائي في بطوله 2005، فاز النادي الاهلي ذهابا وايابا 2-1 و2-0، وكان وقتها رئيس النادي الزمالك هو رئيس نادي الزمالك الحالي وصرف مكافاه اجاده للاعبي نادي الزمالك على اجادتهم لعب المباراه امام النادي الاهلي. اتوقع تصريح غير مناسب جدا من المدير الاداري لنادي الزمالك، مش ممكن ابدا الفريق اللي انت كنت بتصرف مكافاه للاعبيك ان هم انهزموا منه
ان انت تتمنى وجوده معاك في البطوله، خاصه زي ما استعرض فارس النتائج، وزي كمان ما قلنا ان دايما طريق النادي الاهلي في مواجهه الزمالك في افريقيا بيصل لمنصه التتويج. معانا حاجه تانية، كابتن خالد الغندور اتكلم عن فكره تاجيل مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك قبل مباراه جينيراسيون لراحه نادي الزمالك. طبعا تم نفي الفكره فيما بعد واتقال ان احنا ما طلبناش تاجيل المباراه. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. كلام على فكره تاجيل ماتش النادي الاهلي. نادي الزمالك ما عندوش مشكله انه يلعب ماتش الاهلي او يلعب اي ماتش، بس هنا السؤال يا جماعه، الزمالك عنده 3 4 اصابات منهم صليبي، وعنده ماتش مصيري مؤهل لدوري المجموعات، وفي نوع من التحدي وفي نوع من الضغط العصبي. هل الزمالك مش مطالب امام فريق زي النادي الاهلي يكون اللعيبه مركزه وهيكون في نوع من الضغط العصبي؟ ايش انت ايه ضمانك ان انت يوم 19 ده ممكن يتعور لك لعبه او لعبين او ثلاثه واروح ماتش السنغال من غير اهم لعيبتي؟ فريق اول مره يوصل للمرحله دي في البطوله، وبنتكلم في فكره ان عندنا اصابات، فمواجهه النادي الاهلي قبله قد تربك حساباتنا. طيب احنا بنتكلم في الوضع ده، طب لما نروح للادوار الاقصائيه او المتقدمه هيكون رد فعلنا ايه؟ طب عايزين نستشهد وكانها واقعه مماثله. النادي الاهلي في 2010 خسر من الاتحاد الليبي في ليبيا 2-0، فرجع بعدها لعب مع الاسماعيلي يوم 3-5 في الدوري وتعادل 1-1، ورجع لعب يوم 9-5 قدام الاتحاد الليبي وكسب 3-0. هنا الثقة في ان انت تقدر تتخطى اي عقبة، والترويج لاي مؤجلات السنة اللي فاتت عرضناها يا احمد واستعرضناها قبل كده ان كلها كانت قهرية. بالتأكيد، وده يعني سبب تأجيل مباراة الزمالك والمقاولين ما نقدرش نتكلم فيه، لان بالفعل مباراة قبل المباراة اللي اتحددت بيوم قهر. وكمان ممكن او مباراة الزمالك وإنبي كمان تبقى قابلة للتأجيل لو الزمالك خسر أمام جنسون أو وتحول لدور ال 32 الثاني في الكونفدرالية، فأعتقد برضو هيتعرض مباراة المحلية مع المباراة الأفريقية، وأعتقد ده تأجيل مفيش كلام عليه، خاصة إن احنا ناس منطقيين في طرح الأحداث، وكمان في اتساق مع ذاتنا، ومفيش كمان تضارب تصريحات هنأجل لا مش هنأجل أو التأجيل مفيد أو التأجيل مش مفيد. تعالوا نشوفوا كمان تضارب التصريحات بين الكابتن خالد غندور والكابتن أو الأستاذ أحمد جمال في موضوع التأجيلات، ونشوف فيديو للكابتن خالد الغندور ونرجع نعقب عليه. ديك حتة حلوة؟ مستشار بطولة ده مش سهل والله العظيم. اشمعنى؟ مش هقول لك بس الحاجات اللي هو هو بره الهواء. بص هقول لك على حاجة بره الهواء، بس هقول لك كلمة واحدة. الشيخ مرتضى منصور بتصريحه وضع سيستم طبعا لكل اللي جاي بعد كده، مفيش مخلوق يقول له عايز اجل، مفيش مخلوق فيكي يا مصر هيأجل ماتش بعد كده خلاص. عارف انت لو عندك ماتش نهائي افريقيا نهائي دوري الابطال بعد يومين مش هيأجل، هتلعب طبعا اهلي زمالك اي حد، ما في قاعده ممكن. وده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا كمان عايزينه، بس احنا عايزين نلفت انتباه كابتن خالد ان في كمان لوائح بتقول او استعراض من لجنه المسابقات ان المباراه اللي هتكون مقامه في مصر معاك 3 ايام قبل المباراه او بعد المباراه، والمباراه اللي هتكون خارج مصر هتكون معاك 5 ايام باستثناء النهائي هيكون 5 أو 6 ايام او كمان حسب الظروف وقت المباراه. فده كلام بس عشان نتكلم في القصه ان انت ما قريتش كويس اللي قالته لجنه المسابقات، لكن الاهم ان الكابتن او الاستاذ احمد جمال رد تاني خالص عن موضوع التأجيل. انت طبعا مع ان فكرة ما فيش تأجيل نهائي، طب تيجي نسمع الأستاذ أحمد جمال قال ايه. اتحاد الكرة يمكن طلع قرار ان مباراتي المقاولون العرب وإنبي في الدوري المصري سيتم تأجيلهم. طبعا النادي الزمالك على طول بعد مباراة النادي الاهلي هيلعب يوم 24 اكتوبر مع نادي جينيراسيون فوت، واعتقد ده بيوفر لنادي الزمالك بشكل كبير جدا سبل الراحه وسبل التركيز ان هو عنده مهمه افريقيه، وده مش عيب، ده لما بيحصل مع النادي الاهلي احنا بنقول للنادي الاهلي ربنا يوفق النادي الاهلي في بطوله افريقيا. لا يا استاذ احمد انت ما كنتش بتقول كده، ده انت عملت حلقات وحلقات عن فكره مؤجلات النادي الاهلي، فعشان تيجي تقول دلوقتي كنا بنقول ربنا يوفق، احنا اللي من هنا بنقول اهو ربنا يوفق نادي الزمالك. يا ريت يكون في تنسيق في التصريحات ما بين الاستاذ احمد جمال والكابتن خالد غندور. نطلع فاصل وهو اطراف اي حته لان الفقره الجايه ريمونتادا. اهلا بيكم في اخر فقرات البرنامج الفتره المحببه ريمونتادا.
الحقيقه الاسبوع اللي فات تم تناول اعلامي قضيه تم زج اسم النادي الاهلي فيها، برغم ان مفيش اي تصريحات رسميه صدرت من النادي الاهلي او احد مسؤوليه. ازمه فكره تناول الاعلام فكره كهرباء وقيد لاعب او التعاقد مع لاعب وقيم مبادئ النادي الاهلي بالتعاقد مع لاعب موضوع فيه اثار كثير من الضجه وتم تناوله اعلاميا بشكل احنا شفنا ان لازم نرد عليه من خلال النادي الاهلي، ولا انت ايه رايك يا فارس؟ طبعا احمد، خصوصا ان احنا فعلا مش طرف في اي ازمه، حتى فكره النيل من لجنه التعاقدات امبارح لما اتسالت سؤال فقالت الى الان ما فيش تعاقد، فلما يبقى في تعاقد هنتفاوض مع النادي البرتغالي في حاله الرغبه. فهنا طبعا ده تصريح محترف ما ينفعش يتقال غيره، ففكره لا ازاي احنا بنتهاجم على ده، ازاي بيتم السباب والشتائم لينا لمجرد ان الناس تعاملت بشكل طبيعي، فاحنا اقحمنا في ازمه كهرباء. اتخذنا من منطقين، يعني المنطق الاول بداوا يروجوا لفكره ان اي لاعب زملكاوي بيروح النادي الاهلي او بينتقل للنادي الاهلي بيفشل، والمنطق الثاني مقارنات بين موقف النادي الاهلي من لاعبين زي عبد الله السعيد وكهرباء. هنستعرض المواقف دي، بس احنا بنوضح للناس طبعا التناول هيتم ازاي خلال الفقره. هنبدا بفكره ان كهرباء لو خدتوه، وده شيء احنا هنا مش طرف فيه خالص، فكره كهرباء هينتقل او لا، ده في النادي الاهلي ادارته ولجنه التعاقدات مسؤوله عنه. ولكن فكره هنا جمله ما ينفعش تعدي مرور الكرام، اذا كنت بتتعاقد مع لاعب سابقا لنادي الزمالك فمحكوم عليه بالفشل. نشوف الفيديو. انا تاريخيا من وجهه نظري انا المتواضعه تاريخيا، ان في حاله كهرباء لما تكرر هذا الامر بالنسبه للعيبه سابت الزمالك وراحت الاهلي او سابت انديه وحاربت على انها تروح انديه اخرى، يمكن تاريخيا انا ما شفتش تجارب ناجحه بشكل كبير. وجهه نظري بنسبه 90%، يعني ممكن نقول 10% اللي نجحت التجربه و90% ما نجحتش التجربه. انا بحب قوي موضوع تاريخيا لما ايه استاذ احمد جمال يتك عليه تاريخيا. طيب تعال نشوف تاريخيا برضو زي ما انت بتقول، لاعبين انتقلوا من نادي الزمالك للنادي الاهلي في الفتره اللي لعبوها في النادي الاهلي لا تقارن بفترتهم في نادي الزمالك على مستوى الفتره الزمنيه، حققوا سي في اضعاف اضعاف سي في بتاعهم مع نادي الزمالك. على سبيل المثال وليس على سبيل المثال طبعا، وجبنا اللي هم في الفتره الاخيره، اعتقد الصوره خير دليل زي ما انتم شايفين. استعرض فارس لاعب زي معتز اينو من 2007 ل 2012 حقق 8 بطولات، 4 دوري، 2 سوبر، دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقي. صبري رحيل حقق 10 بطولات، 5 دوري مصري، 3 سوبر مصري، كونفدراليه، كأس مصر. طارق السعيد اللي توج مع النادي الأهلي بشرف ان هو لعب في كأس العالم للأندية، 2 دوري مصر، 2 سوبر مصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر. إسلام الشاطر من 2004 ل 2008 4 دوري مصري، 4 سوبر مصري، 2 كأس مصر، 3 دوري أبطال، 2 سوبر أفريقي. رضا عبد العال 5 دوري مصري، 3 بطولات عربية، 2 كأس مصر. لأن يعني الفترة اللي انضم فيها كابتن رضا عبد العال كنا طبعا متوقفين عن المشاركة في البطولات الأفريقية، بس قبل مؤمن زكريا أنا عايز برضو الثنائية اللي كانت مع طارق سعيد والكابتن محمد صديق اللي مر على النادي الأهلي موسم لعب فيه كأس العالم للأندية في الوقت اللي ما فيش نادي في مصر آخر اشترك ولو بمباراة واحدة في البطولة زي دي. زي ما قلنا على كابتن طارق سعيد بالظبط. خد 4 بطولات، بطولة دوري، بطولة كأس مصر، بطولة سوبر مصري، بطولة دوري أبطال. يعني اي لاعب بيمر على النادي الاهلي لمده موسم بياخد 4 أو 5 بطولات. لكن نيجي بقى للكابتن مؤمن زكريا، ويا ريت بقى الكابتن مؤمن زكريا اللي استار بطولاته 4 دوري مصري، 3 كاس مصر، 3 سوبر مصري، 40 هدف و5 اهداف في الزمالك. لان كابتن مؤمن زكريا الوضع بالنسبه له مختلف الى حد ما عن بعض اللاعبين، لان بعض الاعلام زي ما كان ممكن يقول لك ايه، طب ما ايه المشكله في البطولات، احنا بنتكلم عن مدى التأثير الإيجابي للاعب. أعتقد مفيش تأثير إيجابي في الفترة الأخيرة زي الكابتن مؤمن زكريا اللي حقق 5 أهداف في 10 مشاركات قدام نادي الزمالك، منهم فوز في الدوري 2-0 بثنائية للكابتن مؤمن زكريا، وتأكيد فوز في السوبر المصري السعودي المقام في الإمارات بهدف ثالث في مرمى الزمالك. اعتقد طبعا عقده، وكان بيتم الاشاره لدان مؤمن زكريا اصبح اصدقاء زملكاويه كانوا بيقولوا لي يعني بعد ابو تريكه ووليد سليمان، انا اي حد اشوفه في تشكيل النادي الاهلي ما قلقش منه قد مؤمن زكريا. لا بس مش عايزين ننسى بدايه الكلام في الفقره كان لفظ تاريخيا، اعتقد ده تاريخيا وكل ده اخر ربع قرن تقريبا اخر ربع قرن. احنا حاولنا ناكد برضو ان ده
مش على سبيل الحصر، لان لو هنتكلم تاريخيا بجد ممكن نقعد لبكره نقول اللعيبه اللي حققت بطولات مع النادي الاهلي بمقارنه بالزمالك نفسه بكل لعيبته في نفس الفترات، يعمل زي ما كنا بنقول حققوا ايه. يعني اللعيبه دي بعد ما انتقلت للنادي الاهلي سواء طارق السعيد او معتز اينو او محمد صديق، العدد البطولات اللي حصلوا فيه ده اقرانهم في نادي الزمالك، مش هقول اقرانهم، نادي الزمالك نفسه في التوقيت اللي اللعيبه دي كانت بتلعب فيه في النادي الاهلي ما قدرتش تحصل غير على بطوله كاس مصر 2008، وطبعا عارفين المواضيع دي. لكن اذا كان الاستاذ احمد جمال بيتكلم عن فكره تاريخيا، واعتقد تاريخيا الرد كان واضح وبالارقام، الكابتن خالد غندور كان بيروح لفكره ثانيه تماما، ودايما الكابتن خالد غندور بيفكر خارج الصندوق طبعا غير صندوق لجنه المسابقات اللي احنا بنعمله، وبيتكلم في فكره النادي الاهلي القيم والمبادئ، ازاي يفكر ان هو يتعاقد مع كهرباء. هو انتوا ناسيين، انتوا قلتوا على عبد الله السعيد، مبدئيا مفيش وجه مقارنه ابدا بين موقف، وبالمناسبه احنا بنتكلم على موقف افتراضي، النادي الاهلي مفيش اي حاجه حاليا تربطه بكهرباء، احنا بنتكلم على موقف حضراتكم اللي افترضتوه، حضراتكم اللي اعلنتوا عنه، حضراتكم اللي ادخلتوا النادي الاهلي في الموضوع لازم. فعشان كده احنا بنرد عن ما هو افتراضي، لكن لو هو اتحقق على ارض الواقع يبقى ردنا زي ما قلنا يا فارس مسجل، وموقفنا مسجل لو تم التعاقد مع اللاعب، ولو دي مش لو اللي بتفتح عمل الشيطان. الحقيقه الموقف مختلف تماما، ومن حقك كجمهور نادي الزمالك او جمهور لاي نادي اخر اعتقد يا فارس من حقه ان هو يقول على اي لاعب كما يشاء ليه، طالما اللاعب ده فضل ان هو ما يكملش مسيرته في النادي ده. وبعدين احنا قلنا حاجه مهمه يا احمد، ما ينفعش تدلل موقف النادي الاهلي في موقفه مع عبد الله السعيد. الى الان في ناس مش شايفه ولا فاهمه فلسفته. النادي الاهلي ما كانش فكره استمرار لاعب من عدمه هي الاساس، بدليل ان اللاعب بعد ما وقع النادي الاهلي سابه. يا جماعه الاساس في الموقف ده ان يتم التلاعب بالنادي الاهلي، ويقعد اللاعب مع كابتن عبد العزيز عفشافي ويساله بشكل واضح وهو موجود كابتن عبد العزيز عفشافي وشهادته موجوده، انت وقعت في حته ثانيه، ويتقال لا، ويتم عمل سيناريو عشان تبقى فكرته النادي الاهلي اتضحك عليه. لا، انا افسدت لك السيناريو ده متعمد وبخطه في منتهى الذكاء. اما اللاعب نفسه بعد ما عمل كل ده انا قلت له انت مش هينفع تكون جزء من المنظومه لانك ما كنتش امين في طرح وجهه نظرك او طرح الموقف. ده مختلف تماما عن لاعب انت شايفه هرب من ناديك، او انت واخد اتجاهه موقف وما عندكش مانع او في تلميحات ان هو ممكن يرجع لك تاني. ده شان يخصك، احنا ملناش دعوه ومش طرف فيه، ولكن شتان بين الموقفين بالتاكيد. وحبينا فعلا ناكد على موقف عبد الله السعيد للي مش واصل له لسه الموقف. النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه، والنادي الاهلي مش بيسمح لاي لاعب يتلاعب بيه، فبالتالي وده اللي كان حاصل، انا اسف في مصطلح التلاعب، لكن ده اللي كان حاصل بالفعل من عبد الله السعيد. ليظل النادي الاهلي في مواجهاته مع نادي الزمالك في انتقالات اللاعبين بينتقل من النادي الاهلي لنادي الزمالك اللعيب اللي يستغنى عنه النادي الاهلي، اما النادي الاهلي بيتعاقد مع اللعيبه اللي بيشوف ان هو محتاجهم في الوقت اللي بيكون الزمالك محتاجهم. وهنستعرض كمان ان النادي الاهلي ما كانش بيعرض مغريات او مبالغ ماليه اعلى زي ما قلنا قبل كده، وجبنا طارق السيد اللي قال لك كانوا هيدوني مبلغ زي اللي انا باخده، فطب انا ايه روح والكلام ده كله. لكن حبينا نوضح نقطه مهمه ثانيه في موضوع قضيه القيم والمبادئ، اللي هي فكره ان النادي الاهلي بجهته بمسؤولينه باي مسؤول اعلامي لم يتعرض اطلاقا في ازمه عبد الله السعيد لنادي الزمالك. يعني منح الحق تماما لنادي الزمالك ان هو يقوي صفوفه. انت قوي صفوفك بالطريقه اللي تتماشى مع اللوائح والقوانين، والازمه كانت لوائح وقوانين، ما كانتش غير كده مع نادي الزمالك. النادي الاهلي وجماهيره لم يتطرقوا مثلا لنادي النجم الساحلي لانه تعاقد مع كوليبالي. انا ازمتي مع اللاعب، انا موقفي مع اللاعب ماليش علاقه بالنادي اللي هيتعاقد مع اللاعب، على عكس ما انت بتفعل وبتعمل ازمه مع النادي الاهلي في الوقت اللي المفروض تكون ازمتك فيه جماهيريا واعلاميا وكمان على مستوى مجلس الاداره مع اللاعب، وشان قانوني يتم اخذ مجراه ونشوف العقد سليم، العقد مش سليم، العقد اتوثق صح، العقد اتوثق غلط، ده مش موضوعنا، ده المفروض يكون موقفك. لكن موقف النادي الاهلي مفيش موقف للنادي الاهلي ضد اي نادي تعاقد مع اي لاعب، بدليل عصام الحضري لما جه الاسماعيلي النادي الاهلي ما كانش له موقف، لما بعد الاسماعيلي راح الزمالك النادي الاهلي برضه ملوش موقف. اللعيبه دي مواقفها بتكون مع النادي الاهلي وجماهيره اللي بتتحد على الموقف. اي لاعب حتى لو ندم ورجع بكى قدام التلفزيونات ورجع قال انا اسمحوا لي وانا اسف والكلام ده كله بيكون موقف واحد وصريح، واعتقد اداره وجمهور كمان بالظبط اداره وجمهور، واعتقد موقف عصام الحضري كان واضح جدا في فكره جماهير رد جماهير النادي الاهلي عليه
اللي رفضت تماما عوده حسام الحضري في عز احتياجنا ليه، زي ما كنا في عز احتياجنا لكوليبالي برضو موقفنا كان واضح وسليم. وبعدين يا احمد زي ما احنا بنقول ان احنا بندفع دفعا الى الرد، انت شويه بتتكلم في احداث تاريخيه وشويه بتنال من مبادئ النادي الاهلي في حاجه النادي الاهلي ما كانش طرف في علاقتك باللاعب، وتيجي هنا تبدا تهاجم مبادئ النادي الاهلي او تاريخه. لا، لازم نرد ولازم نوضح وما نسيبش مغالطات عشان الناس البسيطه اللي ما فيش متابعه للسوشيال ميديا او ما عندهاش الكواليس كامله لازم تعرف ان اللي بيتقال ده غلط، لدرجه انت افقدت نفسك المصداقيه. حد من الجمهور بيتكلم معايا بيقول لي كابتن خالد الغندور قال ان في خطاب جامل للاتحاد الافريقي بيثبت ان الزمالك كانت المباراه تلعب في برج العرب، قلت له ده حقيقي. فرد يا احمد كان بيقول لي لا انت متاكد ان الخطاب ده حقيقي؟ قلت له ايوه والله حقيقي كابتن خالد كلامه صح. فاحنا وصلنا لدرجه ان انت افقدت نفسك المصداقيه من كتر الادعاءات والمغالطات اللي احنا بنقولها، انت افقدت نفسك المصداقيه. في نقطه كمان النقطه اللي هي المهمه في الموضوع هي نقطه اللوائح. ما هو ده اللي احنا هنروح له ده عشان ناكد على مصداقيتها، لان الكابتن خالد دايما كان بيستغرب اللوائح دي اشمعنى بس بتطبق على الزمالك. وعشان بنتكلم عن اللوائح، كابتن خالد الغندور تساؤل برضه في مغالطه، قال هو في نادي في العالم او في مصر اخطر النادي الاخر ان اللاعب اللي انتهى مدة التعاقد معاه ان انا هتفاوض معاه؟ طيب نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. بص، مفيش نادي فيك يا مصر لعيب انتهى تعاقده وبلغ نادي تاني وبلغ الاولاني انتهى مفيش الموضوع. خالص احنا دايما بنبقى بنروح لعواطفنا واهوائنا وانتماءاتنا. طيب هنا بشكل واضح كابتن خالد الغندور بيأكد ان مفيش نادي بيخطر نادي اخر ان هو هيتعاقد مع اللاعب ده طالما هو في الفترة اللي تسمح بان النادي يتفاوض معاه. طيب نشوف الفيديو ده عشان نقدر نعقب. قال لي طلباتي جاية، قلت له طلباتي ان همضي وهمشي. اتكلم جد عشان تحسيت ان كرامتك رجعت لك. بالظبط، هو بص الكابتن عادلي موجود اهو يقول لك فقال لي طب انت بعت الثلاث جوابات؟ قلت له لا. فقام جاي متصل بالنادي وقال لهم ايه، حضروا ثلاث جوابات، واحد لاتحاد الكوره بس ما تعملوش عليه اللوجو بتاع النادي الاهلي. ثلاث جوابات عاديين ان انا اللي بعملهم باسمه هتيجي وهمضيهم، وبعد كده هاخد انا الجوابين ابعتهم لنادي الزمالك والمنطقه وهم هيبعتوا بالفاكس ايه لاتحاد الكوره. تمام. لان قال لك كان الكلام ده كان يوم خميس. عملوا الثلاث جوابات وكتبوا لك كام بقى في العقد فلوس؟ انت كنت عايز 35 من الزمالك. ما طلبتش فلوس بقى انت. طلبت فلوس، عملوا لك كام؟ رايح مهدر كرامتك يا اخي. عملوا لك كام هما؟ ادوني زي اي لعيب في النادي الاهلي في السنه دي، بس انا اخدت فلوسي تاني سنه مش اول سنه. لان اول سنه رجل عمل ده اداك فلوس بصراحه؟ ولا جنيه؟ ولا جنيه. اداك شقه؟ لا 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 لا. امال ايه الافلام اللي كانت بتتقال؟ هو كان بيدفع لي قسط العربيه اللي قعد لي ثلاث سنين وبعد كده ما بقاش يدفع تاني. عربيه؟ جاب لك عربيه؟ انا اللي جبت العربيه ودفعت المقدمه بتاعتها وهو كان بيدفع لي القسط لمده ثلاث سنين. عارف يا كابتن خالد، كنت المفروض لما حضرتك تتكلم عن ان ما فيش نادي اخطر نادي كنت تقول لا انا كنت حاضر واقعه وكنت انا اللي ادرت الحوار بنفسي ان النادي الاهلي عمل شيء راقي جدا في ازاي اخطر نادي الزمالك بالتعاقد مع رضا عبد العال او التفاوض معاه، وازاي مشى بشكل محترف، وازاي النادي الاهلي قدم درس لان فعلا في نادي ممكن يخطر النادي الاخر. وكمان كابتن رضا عبد العال في كلامه تفاصيل كتيره جدا قد ايه النادي الاهلي بشكل محترف ما اغراش اللاعب بالمال، لان هو كان بيتكلم بشكل واضح انا اتعرض عليا زي اقل لاعب في النادي الاهلي. بالظبط يا فارس، واعتقد نقط واضحه جدا في تصريحات الكابتن رضا عبد العال، وبيؤكد ان فعلا النادي الاهلي مش بيتم اغراء اي لاعب بمقابل مادي اعلى. انت كون انك تبقى في النادي الاهلي فده في حد ذاته بيصنع تاريخ ومجد ليك. ما اعتقدش ان النادي الاهلي محتاج ان هو يزايد على اي نادي في دخل اي لاعب، وكمان السيستم بتاع النادي الاهلي في التعامل مع لاعبيه واضح جدا. لكن الكابتن رضا عبد العال قال حاجه كمان لما كابتن خالد غندور ساله عن موقفه من موقف نادي الزمالك من الجوابات اللي راحت. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. عرف بقى الزمالك ان انت وديت الجوابات، ايه اللي حصل؟ ما رضيش يستلموها. مين اللي ما رضاش؟ اللي هو عبد العزيز امين، كان ساعتها هو مدير النادي. ليه؟ والناحيه الثانيه في المنطقه كان جلال محمود الله يرحمه. ما رضاش يستلمها برضه؟ برضه ما رضيش يستلمها، هو اتعمل محضر هنا في الجيزه واتعمل محضر
ان هم مش راضيين يستلموا جوابات اللي هي بتاعه الزمالك دي، نقطه الزمالك ان هم مش راضيين عشان تامن نفسك بقى واخد بالك وبس. وخدنا حد كلمك بقى اول ما شاف الجوابات؟ الدنيا اتقلبت بقى. ايه بقى الدنيا اتقلبت في نادي الزمالك واتكسر والكلام ده، وكل ده لما انا مضيت والنادي الاهلي قالوا لي في اي وقت لو نادي الزمالك محتاجك ورقك معاك. فعلا اقسم بالله دي حياتي تقال. اعتقد قسم بالله الكابتن رضا عبد العال لو هو لقى نادي الزمالك محتاجك ورقك معاك. ما كانش في ضغط على كابتن رضا عبد العال. الروايه مع كابتن رضا عبد العال وكابتن خالد غندور معروضه تماما. احنا بس عشان وقت الحلقه كنا بنختصر، هو اللي راح للنادي الاهلي، هو اللي طلب الانضمام للنادي الاهلي، النادي الاهلي مشى في الطرق القانونيه وبعت ثلاث خطابات. موقف نادي الزمالك ان هو رفض يستلمهم، اعتقد لو الموقف مع النادي الاهلي كنا هنستلم الخطابات دي، لكن نادي الزمالك رفض يستلمهم. كمان النادي الاهلي لم يغري اللاعب باي مبالغ ماليه، النادي الاهلي عامل اللاعب اللي هو نجم نادي الزمالك زي اي لاعب في النادي الاهلي، وده مش بس اخر 25 سنه، ده تاريخ النادي الاهلي. كابتن حسن شحاته كان بيطالب النادي الاهلي ان يتم زياده عقده ويتم توفير شقه ليه في بدايه في السبعينيات، ولكن النادي الاهلي رفض. وكابتن صالح سليم برغم اعجابه الشديد بكابتن حسن شحاته كان موقفه ان انت لاعب زي اي لاعب في النادي الاهلي، دي رساله لاي لاعب عايز ينضم للنادي الاهلي، انت لاعب زي اي لاعب في النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي كلها نجوم، وفي النهايه النجم الاول هو النادي الاهلي. كمان ورقك معاك لو محتاج ترجع لنادي الزمالك في اي وقت هتاخده، دي قاعده من زمان قوي موجوده ولكن بناكد عليها. كمان ايمن حفني لما وقع مع الكابتن عادل القيعي قال له يا كابتن عادل لو رحت نادي الزمالك قال له عقودك مش هتظهر او مش هيتم شكوتك بيها. تم شكوه اثنين لعيبه في النادي الاهلي لكنهم كانوا موجودين في نادي الزمالك ووقعوا نادي الزمالك ونادي الاهلي وتم ايقافهم، ولكن النادي الاهلي تحت عهد او في عهد الباشمهندس محمود طاهر اللي ما كانش وقتها الباشمهندس عادل القيعي موجود في موقع المسؤوليه التزم بكلمه الباشمهندس عادل القيعي مع اللاعب، وتم وعدم شكوه اللاعب واللاعب لم يتم ايقافه يوم واحد لان النادي الاهلي كلمته واحده. اعتقد مواقف واضحه جدا يا فارس، وموقف رضا عبد العال تحديدا كان واضح للصوره. موقف واضح، والجميل يا احمد زي ما اتكلمنا ان الريمونتادا النهارده كانت على لسانهم ان انت تصدر للنادي الاهلي ازمه فتكتشف ان انت اللي صنعت لنفسك ازمه. هنفضل دايما بنرد بمبادئ وبقيم النادي الاهلي، وزي ما قال كابتن محمود الخطيب لما يبقى حد بيحاول ان احنا نفشل اكتر ما هو ينجح احنا هنساعده على فشله ده بان فكره كلامك هو اللي هيثبت ان انت صعب جدا تحقق نجاحك طول ما انت مستغرق في المؤامرات ومستغرق في تصدير الازمات للنادي الاهلي. هتفضل بطولات النادي الاهلي خط احمر صعب تجاوزها، وهيفضل النادي الاهلي في عين جمهوره خط احمر صعب المساس بيه. نشوفكم في حلقه جديده.